كمان ملف جديد ويمكن هيدا الموضوع الجديد يلي رح نحكي فيه نحكى كتير فيه بأنت حر أول شيء ونحكى بكتير من البرامج فيه، موضوع السياسة والحوارات السياسية والمستوى المتدني وكيف صار عنا بلبنان ظاهرة المسبات والشتايم، كبايات المي صار عنا ظاهرة الضرب بيضربوا بعضهم، ومنيح اللي بعد ما شفنا سلاح لأنه في كم واحد منهم اللي بيطلعوا على الهوى من السياسيين خبروني بيحطوا فرد على خصرهم هني وقاعدين لايف. ايه عنا هيدي بلبنان بيحطوا فرد على خصرهم بالبرامج السياسية. هلا شفنا سلاح بالأردن، بعد بلبنان ما شفناه، يمكن يوما ما من بعد ما يتخطوا المي ويتخطوا المسبات بصيروا يسحبوا الأسلحة على بعضهم. عينة من هالحوار الحضاري الرفيع المستوى يلي كله أخلاق ونرجع منعلق. شو سمعته ولكن أنا ما بصدقه. ليش أنت مينك لحتى ما تصدقه لرئيس الأسرة؟ شري حافظ على هدوء. أنا محافظ على هدوء بس عيب عليك عليك أنك تقول عيب لك عيب عليك تقول لا عيب عليك أنك لا تقول لا عيب عليك تقول ما بصدقه عيب عليك ما بصدقه لأنه كذاب. أنت واحد كذاب ومعلمك كذاب. شرف صبي المخابرات ما بيقول لي هالحكي هذا. انا صبي مخابرات انا صرنيتي اشرف منك. دكتور معلم دكتور مصطفى دكتور بتفاجئك كل كلمه يا حبيبي تفهم عليك او فتش عن غيري بيفهم اذا رح تبقى هيك ألم ترفع أنت شخصياً لافتت تشكر قطر؟ نعم أنا رأيك في المطار فشرت بلادك أنا فشرت بلادك سيد أبو فاضل اسمع لا واحد كلب اسمع سكر تمك أخرس أخرس اسمع اسمع أخرس اسمع لا اسمع أخرس انزل لا انزل وقبل الاخر وقبل الاخر سيد أبو فاضل سيد أبو فاضل سيد أبو فاضل ليك تاكل أكل سيد أبو فاضل ليك بتاكل أكل سيدة فاضل سيدة فاضل بتشارع ضيعة يا حبيبي وما بتقدر عليك بدك دولة أنا بحكي عن سوريا يا خي عم يحكي عن بيتك يا عماد يا عماد لك يا خي وجهك يا أسعد يا وجهك طيب مريم يا خي عم يحكي عن مريم لا أسعد خلص وخلط لا ما تركوا كيف يجب في شو المستوى الحوار يا خي جاي راحت فاضي فأنت أنا شبهت أنا وصفتك وصفتك يا اخي ما هو ما هو انت دخلت قناه الدنيا وجاي تحورني طب خي قل له هيك خلص شيء قل له الدنيا اشرف منك قناه الدنيا وقت باب من رجع على المستوى هذا الفراغ اشرف يا اخي رجع على المستوى هذا يا اخي يا سامي كف على دوري احكي مش اوكي كف خليك بالمستوى هذا اتركه خليك بعملته يا الله يا سالم خلاص عاصم على الاسرائيليين خليك مش عارف تركب جمله على بعضها من مرجعيات دوليه يا سالم هو قاعد مثل اهله مش عارف انت عم تحكي شي بيشرف عن جد هيدي المشاهد. أول شي يا حرام على هالمحاورين يلي بيحاوروا هودي الناس، ما حدا بيتمنى يكون محلهم، يعني تخيلوا بيقعدوا يهدوا ضيوفهم كل الحلقة وحاطين إيدهم على قلبهم ناطرين المشكل أي ساعة بده يبلش، واللي بيزعل إنه لما نشوف وزراء ونواب يعني ناس المفروض هودي بيمثلونا بيمثلوكم لإلكم عم يعملوا هيك وعم بيحكوا مع بعضهم هيك وحتى الصحفيين وعم يضربوا بعضهم بالمي وعم بيسبوا بعضهم شو تركوا للناس، وكمان الصحفيين بعد أبشع من السياسيين لأنه على الأساس المفروض أنه الصحفيين بيبقوا مثقفين ويبقوا عارفين كتير منيح الكلمة لوين بتوصل وقديش في مسؤولية على الهوى. شو تركوا ليلي أنتوا مفروض أنكم تكونوا مثالهم الأعلى وشو عم تعملوا شو عم تقولوا للناس اليوم أنتوا هودي السياسيين شو عم بتقولوا للناس اليوم الشباب يلي بيقوصوا بعضهم بالشارع يلي عم يعملوا مثلكم يلي عم بيتقلدوكم كل واحد عنده زعيم أو كل واحد عنده هيدا من حزب الفلان هيدا من حزب بيقولوا هيدا بيمثلنا كل يوم اليوم الناس بلبنان الشباب بيقولوا لبعضهم أنت يا تاجر غير أنه بقوصوا بعضهم أنت يا خاين أنت يا عميل أنت يا مجرم هيدي الكلمات كلها اللي عم تشوفوها على الهوى تعلموا منكم أنتوا هودي تعلموها منكم يا أساتذة يلي مخبيين ورا كرافتاتكم وللأسف هيدا يلي بتعرفوا تعملوه وللأسف لأنه هيدا أكبر إثبات أنه السياسة وصلت لمرحلة كتير بشعة وصارت واطية جدا مستواها وخاصة عبر الإعلام صرتوا عم بتحرضوا الناس بهيدي التصرفات وأنكم تسبوا بعضكم كل أوراق التوت أسقطتوها أمتين بدنا نتعلم أنه لما نحاور
ولما نتحاور نعرف نسمع الشخص الثاني، نعرف نفهم الشخص الثاني. يا عمي شغلي بايخة جدا، الواحد ليه بده يكب مي على الثاني؟ ليش بده يضرب الثاني؟ ليش بده يسب الثاني؟ لأنه يمكن مش قادر يسمعه أو مش قادر يخليه يكمل، أو لأنه الثاني استفزه. الأشخاص اللي هالقد تستفز بسهولة لأنها تنزل لمستوى بشع جدا من الأخلاق، وأنها تضرب بعضها وأنها تكب على بعضها مي، هؤلاء ما لازم يطلعوا على الشاشة. بعدين لأيمتى بدنا نوصل لمحل نسمع؟ نسمع بعض، نسمع للآخر، مش دغري نحكم أيها أخطر أيها مأزية أخطر. الكلام يلي عم بيسمعونا إياه بحواراتهم السياسية والمسبات يلي هلأ شفتوها، ولا الكلام يلي نحنا بنحكيه بهذا البرنامج برنامج انتحر؟ ليش دغري نحنا بتقوم القيامة علينا وما حدا بيسمعنا للآخر، ودغري بيروحوا بده يسمعوا بيرفعوا علينا دعوة، ودغري هودا ناس طائفيين، ودغري هودا ناس لازم نجلدهم؟ ليش دخلكم ما حدا قوم لقيام عليهم لهؤلاء الأشخاص وللسياسيين يلي بيمثلونا نحنا، بيمثلوكم أنتو لما بيسبوا على التلفزيونات، لما بيحكوا باسمكم، بيسبوا باسمكم، بيضربوا بعضهم باسمكم، بيشبقوا مي ببعضهم باسمكم، وبيرفعوا سلاح على بعضهم باسمكم؟ وهيدي بعد بلبنان جاية قريبا إذا رح يكمل هيك الموضوع. وين دور هون ال... هون ال... هون المجلس ال... 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 وزارة الإعلام وكل المراجع اللي لها علاقة بهذا الموضوع، هون لازم تتصرف. هون غير إنه، وهيدي اليوم على الهواء لازم نقولها، الام تي في عملت خطوة مهمة جدا ولغيت استضافة سالم زهران من بعد المشهد يلي شفناه، لأنه كتير هينة إنه نستفيد من هيدي المشاكل، كتير هينة إنه نجيب نسبة مشاهدة بس ما منكون عملنا شيء إلا صبينا الزيت على النار. هون دور وزارة الإعلام، غير إنه نحن اتخذ القرار من دون ما يصير في أي ضغط أو كتاب معين، بس هون لازم وزارة الإعلام تجبر كل المحطات، كل حدا طلع على الهواء وسب وكب مي وعمل وشوه صورة السياسيين والإعلام، تجبرهم إنه ما يطلعوا على الشاشات. مش بس منمنع البرامج اللي بتحكي عن الجنس، ومنمنع البرامج اللي بتوعي الناس، وهيدي تحت غطاء إنه هيدي لازم تتمنع وهيدي بتضر المجتمع وهيدي مش صورة الإعلام اللبناني، وهيدي الصور اللي شفناها والمسبات هي صورة الإعلام اللبناني. وأهم شيء نوصل لمرحلة نعرف نسمع الآخر، تقوم القيامة بالمحل الصحيح. هودي العالم اللي لازم تقوموا قيامتكم عليهم، هودي الناس اللي ممنوع يطلعوا على الهوى، هودي الناس اللي غير مؤهلين إنه يحكوا على الشاشات.